شو هاد اللي حاطه على وشها؟ قالوا لي انه ما لازم يبين وشي، في مشكلة؟ لا ما في مشكلة. هاي اللي اتفقنا عليهم. تفضل استاذ. ليش بدنا نوصل؟ شي نص ساعة مشي. ما تعرفنا على حضرتك. رابح. شو الصدفة؟ اسمك على اسمي. قلت اسمك مو اسمي. وانت منين بتعرفني؟ طيب شو اسمك؟ ليش ما عم تعبرني؟ أنا هي أول مرة حدا ما بيعبرني وتكمل معه بس لأنه موصف فيك. ها؟ لأنك قابض منيح كمان. مزبوط، قابض منيح. والله شكلك وازي. شو رأيك نشتغل مع بعض مشان نصير مثلك من أسياد المال؟ خفف حكي، بتصير مثلي. إيه؟ على فكرة اللي مثلك بيقدر يعبر الحدود بسيارته. شو بدك بهاللبكة؟ شيل هاد، لا تخاف. انتبهوا حدا يهرب منه. علم سيدي. يلا شباب حركوا. انتبهوا انت وياه بالسيارات، ارجعوا. سيدي كل واحد عم تنجاب سيرته وعم نجيبه الحق معه. شو هاد؟ واقف على حيلك. شو هالمنظر هاد؟ اهتموا فيهم. شو هاد؟ لازم تعرفوا شغله، انه السيد الوزير مهتم شخصيا بالموضوع ونحن مكانك راوح. والاهم من هيك والالعن انه كل ما نوصل لحدا منهم او نعرف حدا منهم بيقوم بيهرب قبل ما نمسكه. بدي ساعد الفارس باي طريقه. سيد الهلا ما عم لاقي له اسم سجلان. هلا بنشوف. يا ساده، هذا اللي عم بيصير هو عبارة عن تقصير، وأنا وبصراحة أنا ما بقى عندي أي حجج مقنعة وأجوبة أقدمها للسيد الوزير بالتقصير الحاصل بعدم القبض على سعد الفارس، المجرم اللي يعتبر من أخطر المجرمين اللي عم يهددوا مصلحة البلد. أي تبريرات ما عادت مقنعة. إلو إدبارة ما إلو إدبارة ما بيهمني، لازم تلاقوه. بدكن تجيبوه ان شاء الله من تحت الارض. شوفوا اللي بيشتغلوا معه، اللي بيتعاطوا، اللي بيشتروا منهم. لازم تعرفوا نحن عنا ضوء اخضر بمداهمة كل الامكنة المشكوك فيها، ومن هاللحظة الكل بده يكون على اتم الاستعداد والجاهزية، وانا شخصيا راح اوجهكم وين بتكونوا. ولازم تعرفوا شغلي شوي تاني تبلش الاتهامات إلنا بالتقصير والتقاعس ويمكن التعاون معه. هاي وصل رابح. علي الرابح. علي الرابح. على فكرة العم زعلان منك، امبارح نطرك على العشاء لحتى تجي. لكن امبارح اجتنا لجان تفتيشية، ضلينا بقى تفتيش لاخر الليل، ما قدرت اتهرب منهم. والله؟ والله ما قدرت. يعني انت استاذ اوس وموظف مديريه الاثار، دخلك شو جايك من هالشغله؟ عايش بين العواميد والحجار القديمه والجرار المكسره. انت بتشوفهم هيك عواميد واحجار مكسره، بس انا بشوفهم تاريخ وقصص من الماضي. انو ماضي وانو مستقبل، تعال شوف الاثار هون بالجبال، نفس يلي عندكم. ايه بس هدول شيء، واللي عندنا بالمتحف شيء ثاني تماما. استاذ اوس، شو رايك تقدم استقالتك وتفتح مديريه خاصه بالاثار وانا بشتغل عندك؟ بيقولوا انه هون بهي المنطقه في كتير اثار وذهب مدفون. برافو، وانت شو عرفك بالحكي؟
هلا انا ما معي شهاده جامعيه مثل حضرتك، بس بسمع من يلي دوروا، وحتى بيقولوا انه هون بالمنطقه في مدينه رومانيه كثير قديمه. هلا بهاي يمكن يكون معك حق، لانه هاي منطقه مأهوله من زمان كثير، واكبر دليل هو يعني بها المي الموجوده هون. واذا بدك باخذك بورجيك النقوشات والرسومات على الحجر. ممكن يكون في نقوش، بس اللي ببالك حفروا وانسرقوا من زمان. إذا أنت كنت متأكد ليش ما حفرتهم وأخذتهم؟ لا أنا شو بفهمني بهالقصة؟ شغلي أحسن لي. يا سلام لو نلاقي شي كنز وبلا هالشغل كله. لا تعيش ولا ناظر بالأحلام، لو كان في شي عن جد كانت الناس قتلت بعضها هون. عن إذنكم. إيه؟ صار بالطيارة يا أخي. أنا شو دخلني إذا هن ما خبروك وتليفونك مسكر؟ خلاص أنت مر لعندون خد حصتك، وأنا اللي معي حصتي. طيب أخي مثل ما بدك، أنا بمرق لعندك بعطيك اللي معي، وبس خبروك هن وين أنا بروح لعندون وباخد حصتي. منيح هيك؟ ماشي، سلام. افتحي اختي افتحي. ايوه. هون بيت حمزة السعيد؟ ايه اهلين، هون تفضل شو بتريد؟ معنا امر بتفتيش البيت. سمعتك غلط اخي، بيت حمزة السعيد الحارة يلي ورانا، هون بيت حمزة اسماعيل، غلطانين اخي غلطانين. ليش هيك فايتين على البيت؟ حمزة السعيد شو بيقربك؟ زوجي سيدي زوجي. وينه؟ الله وكيلك يا سيدي، ما عم يجي على البيت. ماما شوفي. ما في شي ماما، ما في شي. وين البابا حبيبتي؟ بابا مو هون. وينه؟ بابا راح عنده شغل. امتى بيرجع؟ اهلين عمو، شو وين كنت؟ كنت عم بلعب طاولة مع رفقاتي. وين البابا؟ رايح يجيب اغراض. فوت عمو فوت. لبوا البيت قلب.